كمان نطمن كمان على جاهزية بعض اللاعبين. يعني أعتقد مراسلنا كريم أحمد معانا دلوقتي على التليفون كمان يطمننا على اللعيبة والأجواء في هناك في المغرب. معانا دلوقتي على الهواء، مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن الكبير كابتن هاني رمزي، وكل التحيه لزميلتي العزيزه سهام، وكل التحيه للجمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير يا كريم. اول حاجه كريم، بس اطمنا اولا على السؤال اللي بيجي للجماهير، جاهزيه كل من الشناوي ايمن اشرف وكهربا وصلوا لفين من الجاهزيه البدنيه والفنيه لان شاء الله الاشتراك في مباراه الوداد؟ في البدايه طبعا اكيد يا كابتن هاني بنطمن كل جمهور النادي الاهلي على الشناوي وايمن اشرف في البدايه. يمكن خدنا التصريح من طبيب النادي الاهلي طبعا على جاهزيه الشناوي، بيعلن جاهزيته ان شاء الله باذن الله يكون الحارس الرئيسي في مباراه يوم السبت القادم، وايضا كمان ايمن اشرف من ضمنهم بادجي. يمكن بادجي كان عنده بعض الشكوى كده لكن بيتدرب بكل جديه، يمكن ينقص بقى هو محمود عبد المنعم كهربا اللي النهارده شفناه بيلف حوالين التراك في برنامج طبي معمول كبير جدا لكل اللعيبه، لان محتاجين كل المجهود لكل لعيبه النادي الاهلي، كل لعيب ليه دوره ليه اهميه بشكل كبير جدا. كمان بنتمنى كابتن هاني ما يبقاش في اي اصابات في التدريبات، في حماس كبير جدا. يمكن انا بتابع التدريب دلوقتي، يعني الجديه موجوده والحماس موجود جدا لعيبه النادي الاهلي، وفي تحذير يعني من الالتحامات لان يعني المباراه مهمه انت عارف واللعيبه مركزه فيها بشكل كبير جدا، فواضح ان كل اللعيبه عندها حماس كبير فيحافظوا على بعض احسن، لان عايزين يوم السبت باذن الله يكون اللعيبه بشكل كامل في فورمه المباراه، وتحديدا ما بقاش في اي كرامبات اي اصابات اي كدمات تعوق فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. النهارده يمكن يا كابتن هاني كالعاده طبعا اليوم كان بادئ صباح النهارده اليوم الفعلي نقدر نقول بقى بالنسبه للتدريبات واليوم التنظيمي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. 10 صباحا كان وجبه افطار، مباشره اجتمع مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، الراجل يمكن حريص بشكل كبير جدا على كابتن هاني وايضا كمان زميلتي سهام ان هو يجمع اللعيبه على طول، الحديث عن المباراه، محاضرات فيديو مستمره بشكل كبير جدا، وده امر مهم بينعكس على لعيبه النادي الاهلي، كل الثغرات نقاط القوه والضعف كل الامور الخاصه به فريق الوداد اللي بيتابعها بشكل مستمر، الجهاز الفني بيحاول ان هو يوصلها للعيبه، مجهودنا يبقى عامل ازاي، نوزع مجهودنا ازاي، التكتيك يبقى عامل ازاي، الجمل التكتيكيه، ارتدادنا، التغطيات العكسيه، امور عديده جدا فنيه بيتكلم فيها الراجل بشكل مستمر ان شاء الله باذن الله توصل لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير، وده الامر المهم اللي احنا بنتمنى اللعيبه تكون مستوعبه المجهود الكبير اللي هي تقوم بيه في هذه المباراه. المباراه بدون جمهور احنا عارفين، لكن ده بيتطلب مجهود اكبر لان الحماس هو ده اللي بنطلبه، وشخصيه البطل بنطلبها، شخصيه النادي الاهلي بنطلبها، لكن من الواضح يا كابتن هاني مع التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب كهرباء اللي بيبعد عن فندق الاقامه يعني 20 25 دقيقه مع التامين طبعا، اول تدريب النهارده ارضيه الملعب جيده، يعني الملعب هو نقدر نقول في محيط سكني فيه هدوء كبير، مفيش اي حد طبعا يمكن خارج الملعب، منع تام طبعا لكل القنوات الاعلاميه اللي مهتمه بشكل كبير، في اهتمام اعلامي كبير جدا، كان في عدد من القنوات وعدد من المواقع متواجده خارج الملعب، لكن انت عارف النهارده وغدا هيكون التدريب مغلق لفريق النادي الاهلي، عادي ان يكون التدريب بقى بالنسبه للكاف يوم الجمعه الربع ساعه المعتاده ثم المؤتمر الصحفي. انا معاك كمان يا كابتن هاني لو في استفسارات. كابتن كريم طبعا انت بتتكلم النهارده عن التدريبات، انت بتقول ان هم بداوا، عايز اعرف منك نوعيه التدريبات اللي عملها موسيماني، هل كانت فنيه اكتر، كانت عباره عن ايه، كلمنا اكتر عن اللي حصل النهارده في اليوم الاول ليهم في الدار البيضاء. النهارده طبعا يعني نقدر نقول اول تدريب، احنا التدريب هيكون 60 دقيقه او اكتر، 60 دقيقه يعني 65 دقيقه بالكثير، اول النهارده التدريب كان بسيط جدا بالنسبه لي، الجزء البدني الجزء كله تكتيك والجزء كله فني بالنسبه لي تدريب اليوم. يمكن بيتسو موسيماني اللي المدير الفني عمل تقسيمتين، تقسيمه مصغره في ثلث الملعب ثم تقسيمه في ثلثين ملعب، يعني نقدر نقول طبعا التشكيل ما نقدرش نتكلم عليه ان الراجل لسه حتى هذه اللحظه بيحاول ان هو يشوف الامور هتبقى عامله ازاي بالنسبه للعيبه، ممكن يبقى في بعض التوظيف لعدد من اللاعبين في اماكن غير اماكنهم، لكن النهارده تدريب فني بشكل كبير جدا، في جمل تكتيكيه كبيره جدا بيوقف التدريب اكتر من مره، التمركزات مهمه جدا وده اللي بياكد عليه بيتسو موسيماني اللي مدير الفني، الارتداد، التغطيات العكسيه، امور فنيه بحته بيتكلم عليها بيتسو موسيماني، الراجل يمكن انا شايفه في خلفيه الكاميرا موقف التمرين في هذه اللحظات بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، الامور دي مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي تستوعبها ان شاء الله في الجرعات التدريبيه والتكتيك اللي هيقوم بيه ان شاء الله، ويبقى بقى التوفيق ان هو يكون موفق ايضا كمان في اختيار التشكيل الامثل اللي هيخوض بها هذه المباراه. وزي ما انت بتقول يا كريم، يمكن من الحاجات المهمة الناس لازم تعرفها ان كمان ملعب التدريب يختلف عن ملعب المباراة الرئيسي، لان من البروتوكول ان اعتقد النادي الاهلي عنده تمرينة واحدة بس يوم الجمعة ليلة المباراة على الملعب الرئيسي اللي انت بتقول ان هيكون فيه يمكن اول ربع ساعة بتكون الكاميرات موجودة. كان موسيماني حريص فعلا على عدم وجود اي فرد او اي حد متواجد في ملعب التدريب
اكيد ليه يعني اكيد في اشكال تكتيكيه مختلفه وبيجرب طريقه اللعب، وبالتالي اشرح لنا هل في كمان تواجد على المستوى الصحفيين المغاربه او على مستوى المراسلين حوالين بعثه النادي الاهلي، وايه الاجراءات اللي بيتم من خلال طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيحافظ على سريه التدريب وبيحافظ كمان على هدوء اللاعبين قبل المباراه. نقطة مهمة جدا أكيد يا كابتن هاني، يعني سرية التدريب ده أمر مهم جدا، وكمان لما يكون التدريب الأول للفريق النادي الأهلي بأكد له وأقول لك يمكن في حظر إعلامي كبير جدا، يعني نقدر نقول كمان يمكن الأمن المغربي الحقيقة حابين نوجه له التحية لأن بيساعدنا بشكل كبير، إدى تعليمات أكيد للكابتن سيد عبد الحفيظ خارج الملعب، ما قاش في أي تواجد سواء للكاميرات المواقع المراسلين، عدد كبير جدا كان متواجد زي ما بأكد لك كابتن هاني، لكن تدريب النادي الأهلي متواجد في قناة النادي الأهلي والمركز الإعلامي فقط لغير، لكن التدريب سري جدا واضح زي ما بقول لك إن في تكتيك بشكل كبير بينفذ فيها هذا التدريب. ايضا نقطه كمان مهمه جدا وهو علي معلول وجيرالدو، يعني طبعا احنا عارفين ان هم وصلوا بسلامه الله الى فندق الاقامه ومتواجدين في التدريب، كنا عارفين ان علي معلول هيكون بيأدي كفر، علي معلول يمكن 11 ساعه الرحله استغرقت عدد كبير جدا من الساعات، يعني ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال التدريب اليوم وغد وبعد غد ان شاء الله. جيرالدو رحلته كانت قصيره شويه، لكن انا شايف دلوقتي ان علي معلول وجيرالدو في التدريبات، وده اللي باكد عليها كابتن هاني، في حماس التدريبات الجماعيه كريم بشكل كبير جدا اللعيبه. بالظبط يا كابتن هاني، يعني ده امر حابين نتكلم عليه لان ده بينعكس بشكل كبير على جمهور النادي الاهلي، شوف الرحله عامله ازاي 11 ساعه وجيرالدو لسه واصل، لكن اللعيبه عندها اصرار كبير ان هي تكون موجوده حتى لو جرعه تدريبيه بسيطه، انت عارف طبعا يا كابتن هاني مجهود كبير، لكن لما بيكونوا متواجدين في عدد بسيط من الدقائق هو ممكن على المستوى التكتيكي ممكن يكون على مستوى يمكن في امور تكتيكيه بالظبط يعني الراجل بيجرب الراجل بيجرب بعد لازم يشوف يشوف حتى علي معلول اعتقد السفر طويل جدا، لكن هياخد جزء صغير ممكن جزء تكتيكي لا يتجاوز ممكن 20 دقيقه، لكن عمليه كمان الاستشفاء مهمه جدا عشان علي معلول ان شاء الله باذن الله يستعيد كمان لياقته ويبدا المباراه ان شاء الله بجاهزيه كامله. بالظبط يا كابتن هاني، طبعا امر فني اكيد لمستر بيتسو موسيماني، هو عدد اكيد قليل جدا من التدريبات، لكن اطمنا عليه ان هو جاهز فنيا، الراجل كان عامل مجهود كبير جدا في المباراتين والدقيقتين اللي خدهم، وايضا كمان جيرالدو يمكن جيرالدو لعب مباراه واحده، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده ومع التدريبات بقى باذن الله اتمنى لعيبه النادي الاهلي تحافظ على نفسها بشكل كبير جدا باذن الله يوم السبت تكون اللعيبه كلها جاهزه. انا كمان عايز اقول نقطه سريعه وهي المسحه الطبيه الخاصه بيه بقى وزاره الصحه والكاف اللي بياكد عليها طبعا المسحه الطبيه هتكون غدا يا كابتن هاني 2 ظهرا في فندق الاقامه، كنا منتظرين ميعاد المسحه يمكن لم يتم تحديدها امس او اليوم، لكن لسه عارفين من دقائق بسيطه جدا ان شاء الله باذن المسحه تعمل البعثه كلها ان شاء الله في فندق الاقامه الساعه 2 ظهرا، وباذن الله اللي تكون النتيجه سلبيه كالعاده طبعا عشان يلحق يمر عليها 48 ساعه يا كريم، عشان يلحق يمر عليها 48 ساعه بالظبط في اجراءات الحقيقه مشدده جدا. طيب انا شايفه ان الاجواء انتوا عندكم قبلينا بساعه وعندكم حظر تجوال، وحاسه انه ده متطبق حتى عندك في الخلفيه يا كريم، فده كمان اللعيبه اكيد ملتزمه بيه، يعني احنا اقل من ساعه ان شاء الله هنشوفهم كلهم في الغرف مش كده، ملتزمين باجراءات الاجراءات الوقائيه. بالظبط بالظبط، يعني اجراءات الاحترازيه مهمه جدا طبعا وبتنفذ بشكل قوي جدا، تاكيدات مستمره من رئيس اللجنه الطبيه دكتور محمد شاوي، وايضا كمان الحظر يمكن ميعاد التدريب 8 على اساس ان التدريب يكون ساعه، طبعا في اختلاف ساعه زي ما بنتكلم على 8 هتبقى 8 هنا 9 في مصر، لكن مع نهايه التدريب والعوده للفندق يكون قبل الساعه 10 مساء بتوقيت المغرب، وهو بدايه الحظر هنا في كازابلانكا، التوقيت ده اكيد يمكن تم تنسيق كبير جدا بين معالي القنصل طبعا عمر منيب وايضا كمان معالي السفير اشرف ابراهيم مع الكابتن محمود الخطيب ان يكون التدريب طبعا في ميعاد المباراه ويكون الملعب قريب من فندق الاقامه، ده امر كان مهم جدا والحمد لله قدر الكابتن سيد ان هو يختار الملعب قريب من فندق الاقامه باذن الله، الظروف كلها بقى تكون معانا في بروده شويه بقى في الجو في هذا التوقيت، لكن كابتن هاني اكيد عارف بقى دي بروده الكره اللعيبه هتجري كتير جدا في الملعب وده المطلوب ان شاء الله. بالظبط يا كابتن هاني بالظبط، ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تكون موفقه ان شاء الله في مباراه السبت ونرجع منصورين ان شاء الله، نتيجه تساعدنا بشكل كبير باذن الله في مباراه العوده ان شاء الله. شكرا على المستوى الاعلامي يا كريم برضو ادينا فكره، انت شايف الاجواء او الساحه الرياضيه في المغرب بتتكلم على المباراه ازاي من خلال وسائل الاعلام المرئيه، اذا كانت برامج رياضيه وعلى المستوى الصحف العناوين الصحف بتتكلم على المباراه بانهي شكل وبانهي لغه؟ يمكن مشهدين يا كابتن هاني، مشهد في المطار ومشهد هنا، مشهد المطار كان فيه اهتمام اعلامي كبير جدا، يعني اقدر اقول اكتر من 7-8 قنوات على 10 مواقع، على الامر كان كبير جدا في استقبال النادي الاهلي، الناس عارفه اهميه النادي الاهلي وقيمته الكبيره سواء في
افريقيا وايضا كمان في البطوله المحليه اللي هي النادي الاهلي، فيه اهتمام اعلامي كبير، الكل بيكتب طبعا ان هو مباراه كبيره بين الوداد المغربي والنادي الاهلي، ديربي كبير طبعا، هم متعصبين اكيد طبعا هنا للوداد شويه، طبعا في جزء للوداد وجزء للرجاء، لكن هم عارفين ان المباراه مهمه. ابرز العناوين قبل ما اختم معاك يا كريم، ابرز العناوين اللي خدت عينك يعني، المنشطات العريضه اللي خدت عينك وبتقول في بعض، هو طبعا كلها عناوين تحفيزيه اكيد لفريق الوداد، لكن تفتكر ايه من العناوين العريضه اللي للصحف المغربيه قبل مباراه الوداد؟ ولا كابتن هاني، يمكن فعلا كلها للوداد، يعني يمكن كان في خبر وداد الامه سينتصر على النادي الاهلي، ده يمكن خبر لفت نظري كده في يمكن احد الجرايد اللي كانت متواجده في فندق الاقامه، يمكن هم عندهم حماس كبير جدا، هم طبعا عارفين قيمه النادي الاهلي، لكن هم بيحفزوا اكيد لعيبتهم بشكل كبير، ما حدش بيتكلم عن النادي الاهلي بقوه الا الفرقه طبعا المنافسه، يعني ممكن مجله طبعا نادي الرجاء، موقع لنادي الرجاء، لكن الامر هنا يمكن كله منصب في مصلحه الوداد، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي، الامور دي ما يعني ما بتقفش عند لعيبه النادي الاهلي، طبيعي لانه في ارضهم، هو هدف وحيد ان شاء الله طبيعي. باذن الله نرجع باذن الله بالظبط. شكرا يا كريم، شكرا ليك. عايزين نفكر حضراتكم كمان انه الرسائل اللي بتيجي من المغرب برعايه بنك سايب الراعي الرسمي للنادي الاهلي، نشكرك شكرا جزيلا يا كريم. كريم شكراً. احمد زميلنا من المغرب، وبرضه بنفكرهم كمان انه اير كايرو الناقل الرسمي لبعثه النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. أكيد. شكرا جزيلا. أكيد.